مرحبا بكم يا أطفال في قناة ألعب وأتعلم، سلسلة أتعلم حروف اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو سوف نكتشف حرف جديد. هب 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 هب. حرفنا اليوم هو la lettre O. la lettre O ينطق هكذا. او 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 الآن سوف ننتقل لطريقة كتابة la lettre O. كتابة لا لتر او صعبة 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 جدا. لا فقط أمزح، كتابة لا لتر او سهلة جدا، فقط أقوم برسم دائرة، فقط لا لتر او، لا لتر او سهلة جدا، دائرة 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 دائرة. الآن ننتقل للنشاط. لعمل نشاط لا لتر او نحتاج ورقة، وهذا النوع من الورق يسمى باللغة الفرنسية بابي كريبون، أو باللغة العربية ورق كريشة. ثم أقوم بلف الورق بهذه الطريقة، بهذا الشكل. ثم أخذ اللصاق وأضع اللصاق على شكل la lettre O، على شكل دائرة. ثم أضع الورق فوق اللصاق، مازال، وهذا هو الشكل النهائي لنشاط لا لتر او.